دلوقتي مع باقات ميجا مش بس بتختار المجموعة اللي تتحاسب عليها بنص ميجا، بقيت كمان تقدر تفصل مجموعتك على مزاجك من على ماي اتصالات، يعني تختار 6 تطبيقات من أي نوع وتعمل المجموعة اللي تحبها من اختيارك تتحاسب عليها بنص ميجا بس، يعني هتضاعف ميجا بايتس الباقة على التطبيقات اللي بتحبها من أي نوع ببلاش.